السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هاد النهار ان شاء الله نتكلموا على ما هو الحل في غياب السيكاريم او العلف في تربية الارانب. اذا بلا شك كلكم يعني مطبقين الحجر الصحي، يعني كاع الناس يعني اللي كيربيو الارانب في اما في الفيرما او يعني عندهم في الديور ديالهم او فوق السطح، المهم كلشي كيعاني من هذه القضيه ديال النقص في العلف. يعني اما ما قدروش هما يخرجوا يعني باش يجيبوا هذا العلف يعني بسبب الحجر الصحي، يا يعني اما القله ديالو في السوق. يعني الناس اللي كيبغوا الكميات كبيره بلا شك انهم راهم حسوا بهذا النقص اللي راه كاين في السوق. المهم ندعو الله ان هاد الازمه يعني تمشي والناس كل شيء يعني بقاع العالم انهم يعيشوا في سلام وامان ان شاء الله. الموضوع ديال هذه الحلقه ديال النهار كيفاش غادي نتصرفوا الا احنا ما عندناش هذاك السيكاريم او العلف او الحبوب، كيفاش غادي نتصرف؟ التصرف وهو ان البقايا اللي غادي تشيط علينا كلنا غادي نتقداو خضره في هذه الايام. قدينا خضرات، قدينا يعني مواد الاساسيه اللي كناكلوها. البقايا اللي كتشيط اما القشور اما جلوف اما شي حاجه ممكن اننا نستعملوها يعني في هاد الفتره هذه. كما كتشوفوا معايا هذه راها قشور ديال البطاطا، بطاطس يعني راه رخيصه في هاد الايام، ممكن تلقاوها ب 3 دراهم ونص ولا 4 دراهم. المهم يعني القضيه اللي بغيت ننبهكم ليها هاد النهار، ممكن انكم تعطيو هاد القشور ديال الارانب، عفوا القشور ديال البطاطا او مطيشه او اي قشور جلبانه مثلا، اي حاجه بغيت تعطيوها للارانب ديالكم خاصها اولا تكون مغسوله جيدا. علاش؟ لان في ظل هاد الازمه ديال كورونا يعني كاين الدوله كدير واحد الاجراءات انها كتغسل هاد الخضر، كدوز واخا على الخضاره وكدوز ديك الا لاحظتوا ديك الكاميونات اللي كيدوزوا راه ممكن انهم يرشوا هاد الخضار بمواد ديال التعقيم، ممكن يكون كلور، ممكن يكون مواد ديال التعقيم، انا ما عارفش هما سمو كيرشوا، ولكن كاين واحد المواد ممكن يبقاو لنا هنايا في القشره ديال الخضار. الخضار كلها حنا كنغسلوها، يعني انا غير كنوصيكم بالغسيل الجيد. يعني هذاك كما غادي تادي الارانب ممكن تادينا حتى حنايا، يعني خصنا ضروري اش نديرو، نغسلوها جيدا الغسل. كاين الناس اللي كيستعملوا يعني ماشي غير الغسل، كيستعملوا حتى الكلور، كيكبوه مع واحد شويه ديال يعني جافي، واحد المعلقه في واحد نقولوا واحد البانيو ديال الماء وكيغسلوا به هاد الاشياء هذه. منين تغسلوا يعني الخضر جيدا ما ترميوش هاد القشور، ممكن ان ديبانيو بها فهاد الازمه بعدا اللي غادي تدوز. ولكن هاد القشور هادو شحال واحد غادي يقول لي ان الارانب ممكن ان يمرضوا لي بالمراره؟ فعلا ان المراره ممكن الجهاز الهضمي ديالهم يحدث فيه اضطرابات، ولكن الا استخدمتوا بعض يعني الاجراءات ممكن تفادوا هاد النقطه هذه. اول حاجه وهو هاد الشيء ما يتعطالهمش مباشره، خصو يتشمس جيدا. ممكن انكم تقطعوه بهذه الطريقه، يعني كتسهلوا على الارانب انهم ياكلوا. يعني هاد القطع كتكون كبيره، اغلبيه اللي عندهم ليكاج ان الارنب كيهز هاد القطعه بحال هكا كيضرب منها شويه وكطيح في وسط الكاج او ما كيكملهاش لان كتبقى مضايقه. اما الا قطعتوها بهذه الطريقه هذه ممكن انه ياكلها بسهوله. ثاني حاجه انها تشمش مزيان، يعني هذا هو المهم في هذه الحلقه هذه، ان هذه الخضار هذه خصها تشمش مزيان. يعني هذه راه قامه مخلطه معها ولكن راه باقي ما نعطيها لهمش، دابا راني غير كنوجدها والشمس هي راه بدات كتبان. دابا لاحظتوا معايا راه الجو بدا كان مغيم شي شويه، دابا راه بدا كيتشمش. هذا غادي نحطها تقريبا حتى 4 السوايع في الشمس، يعني ماشي غادي تلوى
ماشي غادي لان الا حطيناها بزاف في الشمس كتولي ملويه دايره بحال مكمشه. لا غادي تخليوها في نفس الوقت يعني باقه بهذا الماء ديالها هكا وتقدموها لهم في يعني في من بعد 3 سوايع 4 سوايع. ولكن كاين الارانب اللي هاد يعني الخضروات ما كتوالمهاش في الكرش ديالها يعني الجهاز الهضمي كيتصاب بالاضطرابات. الحل اسمه هو واحد الدواء راه انا جربته راه جد فعال كيوليو الارانب ديالكم كياكلوا اي حاجه يعني من غير البلديه القنايل البلديين راه ممكن انهم ياكلوا هذا الشيء يعني بلا ما تعطيهم لا حبوب لا والو وتبارك الله كيعيشوا معاك مخيرين. اما بالنسبه للارانب الروميه فضروري انكم تستعملوا هذا الدواء هذا شحال واحد غادي يقول لي غادي يكون شي ثمن غالي ما غاليش قريعه راه دابا تقادات لهنايا ما بقاش عندي ما كنخرجش في الايامات ولكن راه سميتو هيباغينول دون معايا ورقه وستيلو باديه باش هيباغينول. المهم هاد الدواء هذا كيدير 10 دراهم راه فيه كمية كبيرة فيه تقريبا واحد يعني الزجاجة قنينة ديالو فيها شي شنقول لكم شي 10 سنتيم هكا طويلة والحجم ديالها هكا مدور ولكن راها جد فعالة. هنا غير سيروا عند البيطاري او يعني الفارماسيان اللي كتعاملوا معاه قولوا له هيباغينول راه كديروا معلقة كديروها مع يطرو ديال الماء لمدة 3 ايام وراه هذيك القنينه او القريعه راه كتبقى ديروا بها واحد 3 المرات يعني هذاك الليترو ديال الماء راه ماشي كتعطيوه مباشره ولكن كتخلطوه كتفرقوه على الارانب ديالكم كاملين يعني جغيمه راهم كيوليو ياكلوا اي حاجه ممكن ياكلوا الخضار ياكلوا يعني شي حوايج ما معودينش عليها كيوليو كياكلوها حتى هي. اذا الحلقه ديالنا هي هادي ديبانيو باش ما كان في الايام اللي غادي تمر ان شاء الله يعني نطلبوا الله انها تمر بسلام. الناس اللي ما قدروش يخرجوا ياكلوا يشريوا السكارين انا عندي الناس كنعرفهم يعني ما عطاوهمش ديك الورقه اللي غادي يخرجوا انهم يتقداو يعني كيكونوا كيعطيو له هذيك الورقه يعني لوتوريزاسيون يعني السماح باش يخرجوا. كاين اللي كيعطيوها غير الفرد في العائله او فردين في العائله يعني كاين يعني الناس اللي كيبيعوا السكارين كاين اللي يسدوا. المهم منين تلقاو الامور يعني مبلعه مسدوده في وجهكم استعملوا هذا الشيء ديبانيو به. ممكن تشريو الفصه اليابسه كما كتشوفوا معايا راها حتى هي هانتوما غادي نوريها لكم راها حتى هي جد فعاله راه كتكون باله كبيره هانتوما هادي راه يلا خرجتو باش يتشمش راه كتكون باله كبيره كدير 75 درهم حتى الى تحصلتوا عليها راه كضرب واحد المده يعني غير بما دوزوا هاد الفتره هادي حتى هادي راه جد فعاله كتخدم مزيان. اذا الحلقه ديالنا هادي هي هادي الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غادي بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. ما تنساوناش بزر جيم تكيو على زر جيم باش تساندوني ونزيد القدام ونبقى نصيفط لكم الفيديوهات اليوميه ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.